الوغ السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه. تفاجات كما تفاجئوا بزاف ديال المغاربه من واحد لاختيكل واحد لاختيكل كتبها الموقع، لقيتها في موقع اش كاين. وهذا لاختيكل بعنوان هو عاجل، امين رغيب يسب المغاربه ويسب دينهم. انا تفاجات ملي قريت هذا المقال هذا في واحد الجريده اللي كنحترمها وكنحترم الطاقم ديالها، واللي صراحه ما عمرني كنت كنعتقد ان غادي يوصل للمستوى هذا، ان غادي نلقى شي اختيك اللي هي باد بوز عليا في هذا الموقع اللي كنحترمه بزاف. كنهضر على موقع اش كاين، فباش ملي نجي ويطاقيوني الناس في واحد الاختيكل اللي كاتبها الموقع اش كاين عليا انني كنسب المغاربه واسب دينهم، كنعتقد ان هذا الصحفي اللي كتب هذا الشيء هو صحفي اللي لازال مراهقا ولازال لا يتقن الحرفه. لانك باش تجي تاخذ واحد لا فيديو اولا اللي هي محطوطه في البروفايل الشخصي، وواحد والفيديو تشدو وديرو في واحد النطاق اللي هو ماشي النطاق ديالو. انا ما عمرني سبيت المغاربه وما عمرني غنسب الدين، لانني انسان اولا مسلم وثانيا ما غاديش نسب المغاربه. انا المغاربه ما شفت منهم غير الخير، والمغاربه وقفوا معايا ملي كنت في الحاجه ليهم، والمغاربه هما اللي وصلوني ما انا عليه. كون ما كانوش المغاربه ما غاديش نكون امين رغيب ديال اليوم. ولكن الاخوان اللي زاد استفزني هو قالوا لي الناس بما لقاو هاد البوست ديال اش كاين، هاد لاختيك اللي كاتبها اش كاين سبونسوريزي. تخيلوا معايا موقع اخباري غيدير سبونسوريزي على واحد لاختيكل اللي فيها ان امير رغيب يسب المغاربه ويسب دينهم، دايرين لها سبونسوريزي. ف صراحه ما عرفتش اشنا هو الغايه من هذيك لاختيكل، ولكن الغايه بين ان هذاك الصحفي اللي كتب هذيك لاختيكل هو واحد الصديق ديال شي واحد اللي انا عندي معاه عداوه هاد الايام، فبطبيعة الحال شد هذاك القلم وكتب هذيك لاختيكل. اولا فيما يخص علاش هذاك الفيديو اولا ما درتوش في الصفحه ديالي، الا رجعتو الصفحه ديالي ما غاديش تلقاوه. هذاك الفيديو درتو في الكونت بيرسونيل ديالي ومن بعد سوبريميتو. وهذاك الفيديو ما سبيتش المغاربه، بل كانت واحد الحاله ديال التعصب تعصبت فيها على ما الى اليه حالي في مدونه المحترف وحتى في القناه. ولا لاحظتوا انه حتى انه نوعا ما قل الحضور ديالي لا في القناه ولا في الموقع لاسباب انني ما بقيتش راضي على هادشي اللي ولا جاري في يوتيوب، ما بقيتش راضي على المستوى ديال يوتيوب بصفه عامه، وما بقيتش قادر نستحمل هذاك الضغط النفسي اللي كيمارسوه مجموعه من اعداء النجاح عليا. يعني وليت كنحس بواحد واحد واحد الضغط نفسي اللي يقدر يخليني نولي كنمشي نشوف طبيب نفساني. هذاك الشيء علاش انسحبت في صمت. ولكن يعني باش لقى موقع اخباري كاتب عليا انني كنسب المغاربه وكنسب الدين ديالهم، كنقول لهذاك الصحفي اللي كتب هذاك الشيء الا كنتي صحفي، لانني اعتقد انت ماشي صحفي، لان الصحافه هي الصحفي هما الناس اللي كيكونوا مسؤولين، والقلم ديالك راه شاهد عليك. حيت حتى ملي مشيت شفت لي كومونتير كاع الناس كيكتبوا لك اودي هذاك الشيء اللي مكتوب تما راه خارج عن النطاق. والله يرحم ليكم الوالدين، ما بغيتش شي واحد يدير بيا البوز باش ما ودوك الايادي الخفيه اللي باغيين يطيحوني، راه تنقول لكم راه ما غاديش تقدروا تطيحوني بهاد الاساليب الدنيئه. لان امير رغيب راه ماشي وجاع عاد عرفوه المغاربه، انا راه ماشي هي صاري كول، انا ماشي هي صاري كول، انا راه ماشي هما الناس اللي عاد بانوا اللي كينشروا التفاهه بطبيعه الحال. انا راه ماشي هي صاري كول، انا راه ماشي بنت هي البارح. المغاربه راه كيعرفوني 11 عام هادي، و11 عام وانا كنخدم مع المغاربه وكنخدم المغاربه وكنتعاون مع المغاربه. ما غاديش نجي بين عشية وضحى ونبقى تنسب في المغاربة. وهذا الأسلوب الدنيء باش تسوهوا لي السمعة ديالي راه ما غاديش توصلوا ليه.
والله يرضى عليكم الاخوان، الله يرضى عليكم هذيك لاختيكل، الله يرضى عليكم ما كرهتش انكم سينياليوها باش تحيد من فيسبوك. الله يجازيكم بخير. اذا كان شي واحد بالفعل كيحتارمني وشي واحد اللي كان حس عنده عزيز انايا، الله يرحم لكم الوالدين، دخلوا سينياليو هذيك لاختيكل باش تسوبريما، لانه هذيك لاختيكل غادي تقدر تجبد عليا الصداع. الناس اللي ما كيعرفونيش غادي يشوفوني يقول لك هذا السيد هذا كيسب المغاربه. انا ما عمرني سبيت المغاربه، وما عمرني، والمواقف ديالي طيله هاد السنوات ما واش عمركم شفتوني انا سبيتكم ولا خرجت عيرتكم؟ بيني وبينكم غير الاحترام. فالله يجازيكم بخير الاخوان. لما دخلوا سوبريمي وهاديك راه كاينه في موقع كيفاش، او كاينه في الصفحه ديال كيفاش، وراه دايرين لها سبونسوريزي، زايدين لها الفلوس. ما عرفت علاش دايرين لها سبونسوريزي، يعني هذيك سبونسوريزي هي اللي زادت الشك. ما عرفت علاش دايرين لها سبونسوريزي، اشنو هو الهدف من انهم يوسخوا السمعه ديالي؟ الله اعلم. ولكن الله يجازي بكم، الله يجازيكم بخير المغاربه. لما دخلوا سوبريمي سينيالي وهذيك لاختيك، الله يرحم لكم الوالدين، ولا حول ولا قوه الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقول، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو سري، وهذا هو الجزاء ديالي من بعض المواقع مثل موقع اش كاين. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا لكم.